بيحب الأدوار. حارة أشرف جهزت يلا نروح لها، يلا جماعة شد الكوبسي واجري نلعب كهربا. طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة، هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة. حارة أشرف جهزت يلا نروح لها، شد الكوبسي واجري نلعب كهربا. طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة، هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة. حلقة جديدة وحلقة أشرف النهاردة حلقة مميزة جدا. مروان موسى معانا يا جماعة، أخبارك يا مروان؟ الحمد لله. طبعا ده اسمه بطاوي، أنا آسف يعني إن هو ده اسمه كده يعني، ودي اسمها نبين بس عادي يعني. لا مش آسف ولا حاجة، إحنا مبسوطين جدا لوجودك النهاردة معانا. عامل نجاحات، عامل حاجة جميلة قوي في الراب النهاردة، كل يوم بينزل أغنية بتبقى اسمها إيه؟ الهيد. أيوه أنت طبعا مالكش دعوة بالكلام. جميلة يا ريس. مروان وجنبي بطاوي الاثنين عاملين زي رقم 10. بص مش عيب فيك يا مروان اكيد. مالناش دعوه بس في توقيع يا فهم، بس احنا لو احنا النهارده يا مروان بنفتكر جيلنا ايام زمان كنا احنا بنصنع العابنا بايدينا، فانت جاي النهارده حظك غريب ان احنا بنصنع لعبه عنيفه شويه. انت لعبت بومب؟ طبعا لعبت بومب. يعني البومب اللي هو العادي جدا ده. ايوه هي دي هي دي. احنا كناس مؤذيين كنا بنفك البومب نطلع منه الزلط الغريب ده، وبعدين ناخد البارود اللي جواه. بنعمل حاجه اسمها مدفع. مدفع ده عايز تصنيع ما ينفعش اي حد يصنعه بايده. ده مسمار كبير زي ما انت شايف، روح لورشه خراطه تخرم الخرم ده ونجيب المسمار ده يتحط هنا كده، وفي لحظه ما بنخبط ده كده اهو في الحيطه فبتعمل صوت قوي جدا. يلا بطاوي اشتغل يا بطاوي، يلا يعني فين اشتغل يا نبيل. فك دي. بنفك احنا البومب وبنطلع منه البارود، وهو بيبقى كمية قليلة جدا يعني عشان لما تفرقع ما تعورش حد. فك الاولانية دي. خدنا شوية بارود حلوين هم. انا برغم النضارة الا ان النظر برضو مش كويس. بص انا ممكن اقول لمروان اعملها انت، او انا بنفسي اعملها، لكن انا بديلك شرف انك انت تفرقع دي. طب ما تجرب يا ريس الاول وانا بعد. الاولاد الصغيرين ما يشوفوني بعمل كده يقلدوني ولا حاجة، لكن انت استحالة هيقلدوك. تعال عندي ايه مثلا العمود ده اهو، واحنا تعالى مروان، تعالى مروان نجري بقى، تعالى احنا بعيد، تعالى بعيد. ضربت لا يا راجل، بس انا كنت سادد ودني. ضربت انا. ايوه شاطر. عورت الشرايط يا خساره. مروان احنا اول مره اتقابلنا كنا اتقابلنا في المسرح ده. كنت جاي اكلمك في موضوع الالبوم اللي انا كنت بنزله وقتها، فلوريدا. فلوريدا ان عشان انا كنت قايل اسم حضرتك في اغنيه شيراتون قبلها. ايوه بقول معايا ست ستات اشرف عباد، فكانت حركه في تسويق الالبوم. انا فاكر ان انا جيت لك هنا اتفرجت على مسرحيه اللوكاندا. اللوكاندا ولا كانت جريمه في المعادي؟ لا كانت اللوكاندا. وبعدين في الاستراحه جيت لك انا وحسيت ان انا في موقف سريالي قوي، طلعت مش عارف كده ونزلت سلم مش أيوة. عارف في ايه. انا على السلم ده ونزلت، وبعدين لقيتك في اخر الطرقه كده دعت على الشمال. فجيت عرضت عليك الفكره قلت لك انا عايز اعمل كذا وعندي فكره مش عارف كذا، فانت باصص لي قلت لي دان على طول كده. حسيت الموضوع ما فيهوش. لا انا كنت حابب كمان الفكره قوي، وبعدين موضوع الراب كمان وظهوره الفتره الاخيره وتميز ناس كتير منهم طبعا مروان، يعني ده بيخلي الواحد يقول لا يا جماعه في فن، الفن ده ليه جمهور وجمهور كبير جدا. حتى لو انت مش متذوق لهذا الفن لابد من احترام الناس اللي بيحبوا الفن ده وبيقدروه وبيعملوا فيه مجهود ابن لذينة. انت عارف ان اول واحد غنى راب في مصر انا يا راجل 2004؟ مين قبليه؟ لا ممكن في ناس بقى بس مش معروفين. لا يعني في اغنيه في تتر مسلسل انا مغني راب، وراب راب بس راب. مش مدرك، ما كنتش اعرف انه راب اعتقد يعني. لا في مصر هو في من التسعينات ناس بتشتغل. ما بين بقى الفقره دي والفقره الثانيه هسمعك الحته الراب دي وتقولي دي راب ولا لا، عشان ممكن بعد ما اقول دي راب هو استنوني وهتشوفوا الراب واقدم راب يا عم ده مش راب. فكره ان احنا بنتسلى ان احنا بنعمل اي لعبه، لكن من الالعاب اللي كنا بنلعبها نتجمع مجموعه وبنلعب لعبه كلامية. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ما تلعبش حتى. رجعنا مرة تانية ومعانا مروان موسى يا جماعة. يا سلام عليك يا حضري، يا سلام. شكرين يا حضري. حساب امبارح عندي. حساب ايه حضري؟ في حلبة؟ حل ايه ايه؟ متأكد ان دي بتاعتي؟ لا دي بتاعتي. وقال لك يحطها وانتوا نقل. نلعب النهاردة لعبة اسمها ربع قرد. قانونها سهل قوي. اول واحد مثلا يقول حرف من بلد، كانه بيتكلم على تنزانيا فبيقول ت، فعلي جه قال نون، فجه زياد ايه قال يه، فتنزانيا ما فيهاش يه. ممكن انا او انت اقول له اشك فيطلع ان هو بيخترع اي حرف، يبقى ربع قرد.
لغايه اما يبقى قرد كامل يطرد بره اللعبه. فان شاء الله معانا مجموعه من القرود تيجي نلعبها. كاف واو اشوك. ايه اسم كوريا؟ يا سلام عليك يا عم علي. بما ان شك وطلع غلط فبقيت ربع قرد يا زياد. يه بلد بتبدا بالف لام يه. واو نون الف نون الف لام الف. ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة. اشوك ملاريا. ملاريا ده مرض. سين واو دال. اشوك اشوك السودان. السودان السودان. بقيت نص قرد يا زياد. ر واو سين ي الف. قفلت روسيا. نون زين. زين اشوك ت نون نون. تنزانيا. تنزانيا في الف. تنزانيا. الراجل داخل يرسم على قرد كامل يا جماعه. رجعت نطط عليكم. الف اشوك كلكم. امارات. الف ر الامارات. عدينا كده نص قرد خلاص. نص قرد كامل يا عم. ف نون زين اشوك تنزويلا. الله يا ابو الله. الاستاذ علي حمدي ربع قرد. واو دال. ياه ياه ثلاث ارباع قرد. انا عندي اغنيه اسمها ربع قرن. ربع قرن فهي زي القرد فاهم. يبقى هم ربع قرد ونص قرد وانا ربع قرن. واو ياه وي واو ياه لام. يحاول يوقع اي حد. يلا بينا. سين نون سنهور البلد. لا 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 انا قلت لا بس غلط. انا اعرف بتوع المونتاج. يا جماعه اللعبه دي جوعت. انت جوعت صح؟ جوعنا جامد. تيجي نروح ناكل اي حاجه يا جماعه. يلا بينا. يلا بينا. يا ثلاث ارباع قرد. رجعنا مرة تانية وأهم فقرة بقى وأحلى فقرة فقرة الأكل برضو لازم نتعرف بضيوفنا. معانا مروان وعاملين حاجات شكلها جامدة جدا. أستاذ سيد هشام فتحي. هشام فتحي مين قال سيد؟ أهلا وسهلا. كل المعجنات دي أنتوا بتعملوها طول السنة ولا وقت رمضان بس؟ لا طول السنة إحنا شغالين فيها. ده إيه؟ العهد الجديد. وده إيه البتاع بقى الغريب؟ أنا في عندي زيه في التلاجة ومش فاهم ده إيه ده؟ ده سبرينج. ده مين؟ نفس عجينة السمبوسة بس إحنا عاملينها مربعة. طب ودي بالطول دي إيه سمبوسة؟ سمبوسة هي اللي دي هتنفعك أنت دي يا مروان. طبعًا. عشان أنت طويل ودي طويلة. دايمًا. وأنا دي يا دوبك. دي اللي طول السنة، الجديد بس هو القطايف. لا قطايف طول السنة. لكن الطلب أكتر طبعًا أكيد في رمضان. أكيد. في رمضان دي عادة. طب إحنا جعانين ولا إيه يا مروان؟ شوية. بس شكل كمان القطايف مغرية ها؟ القطايف شكلها محشية ايه مثلا؟ كل المكسرات. كل المكسرات اللي كانت موجودة في البيت خدتها كلها حطيتها. ودي دي سمبوسة معمولة بالجبن. جبن دي اللي هناكلها الأول. دي اللي هي اسمها قطايف عصافيري. عصافيري اللي هي الصغيرة. الصغيرة بتتعمل زي القرطاس فيها النوتيلا وعليها المكسرات. نوتيلا. طب والله احنا ممكن ناخد الحاجات دي معانا وتعالوا نقعد. انا هاخد دي طبعا. عايزين نحدى الأول. ايوه نحدى الأول بس عشان نروح على الترابيزة نقعد مرة واحدة. قوم يا بتطور يا زياد. احنا قدامنا دلوقتي حاجات حلوه قوي يا زياد. يا سلام. زياد بقى على فكره كمان من الاصوات الجميله. ها اقترح. هتقعد تاكل وانا كده مش هعرف اقول حاجه. اصل احنا وقت سحور يا جماعه. وقت سحور. حد عايز يمد ايده وياكل ولا ايه؟ ايوه هي دي. ايوه بطاوي خد الصينيه دي ظبط نفسك يا استاذ. ثواني يا جماعه. بس والله انتوا عاملين مشروع جميل وربنا يكرمكم. معانا الراجل اللي بيغني ده وبيقول لنا التواشيح. انت هتقول لنا ايه النهارده يا زياد؟ القلب عشق كل جميل. وياما شفتي ياما شفتي جمال يا عين. واللي صدق في الحب قليل قليل وان دم يدوب يوم ولا يومين ولا يومين واللي هويته
صالوا دوم واللي هويته اليوم دايم وصالوا دوم لا يعاتب اللي توب ولا في الطابع اللوم لا يعاتب اللي توب ولا في الطابع اللوم واحد ما فيش غيره بلا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلاني وما تجلاني وما تجلاني بدمع ناجيته بدمع ما شاء الله زياد يعني صوت جميل. تقدر تاكل دلوقتي وانت مستريح يا زياد. اهو يا سيدي بنشكركم لوجودكم يا مروان اتبسطنا لوجودك جدا معانا وان شاء الله نقابلكم مره تانية وحلقه جديده وحاله حارة أشرف جي سيت يلا نروح لها يلا جماعة شد الكوبسي وجري نلعب كهربا طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة حارة أشرف جي سيت يلا نروح لها شد الكوبسي وجري نلعب كهربا طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة